هلا وحبايبنا. هاي حبايبنا، اليوم كلش متحمسة. أول شيء لأن اليوم زواجنا، ثاني شيء الطلاقية البرودكت الجديد. قلنا الساعة 12 ونص اليوم راح تنزل، وهسه احنا تأخرت دقيقة، سوري يعني. زوزو طبعا بامبو، كلها بامبو. اوكي هسه راح نشرح لكم عنها بالضبط شنو هي. والأشياء إلا زوزو، أنا كل شيء ماكو. أوكي حبايبنا اليوتيوب، فتحنا لايف انستغرام وتيك توك، وراح نعلن عن البرودكت الجديد. اليوم راح نعلن عن البرودكت. تقول غير الفلتر، والله احنا ما مخلي هيك فتحته وما اعرف عشان ما يشتغل اصلا، فما اعرف شنو اللي طالعتكم، ما مبين حتى. ما قاعد نشوف انت، ما قاعد اشوفه، ما قاعد اشوفه اصلا، ظلمه حياتي. مبين ضباب الجو يمكم. لا لا مو ضباب، صافي. اي بس ما اعرف ليش يمكم ضباب. اليوم راح نحتفل بشغلات هواية. الأول شيء لأنه هو اليوم زواجنا 8/7، أوكي. ثاني شيء راح نحتفل بانطلاقية منتج الجديد في عائلة برومي روز، أوكي. ثالث شيء راح يكون إلكم مفاجأة من عائلة برومي روز، إلكم أحلى هدية، أوكي. So متحمسة شوية، بس خلي يزيدون شوية، زيدوا شوية متابعين يلا، عشان هاي الشغلة وجايات شغلات بعد أكيد، وإلى بروسينج طويل. وإذا نطرنا، إذا ما نزلت هذا البرودكت هسه على مود البرودكتات الجاية فراح يطول عليكم، فقلنا خلينا ننزل الحين هذا البرودكت إن شاء الله، وبس نخلص إجراءات البرودكتات البرودكت الجديدة إن شاء الله راح ننزلها لكم. سو جاهزين؟ خنشوف يلا. متحمسة كلش خايفة كلش خايفة. يلا. سو البرودكت الجديد مثل ما أنتم عارفين، الماركة التجارية مالتنا برومي روز، اللي هي خلينا نعيد لكم شنو معنى برومي روز، ليش اخترنا هذا الاسم برومي روز، اللي هو اسمي واسم وعد، وعد بالانجليزي اسمه بروميس، وزهرة روز، فاخذنا برومي نص من بروميس وروز، برومي روز، فصارت هذه العلامة التجارية مالتنا انا وعد، يعني اسمينا في اسم واحد. طبعا الهدف من الماركة التجارية برومي روز اللي هي نحاول على قدر الإمكان إن نوفر منتجات طبيعية تكون ناتشرال 100%، تساعد على تحفيز نمو الشعر، تطول الشعر، تقلل من تساقط الشعر، وتغذي الشعر بنفس الوقت. لأن صراحة مليت أنا وأكيد أنتم مليتوا من الشغلات الكيميائية، من الشغلات الهرمونات اللي قاعد يخلونها بالمواد الشعر او السكين كير او الى اي مكان. لذلك كان اتجاهي ان الفكرة اجتني بسبب انا كنت مشكلة اعانيها، اللي هي مشكلة تساقط الشعر وبكثرة بعد ولاداتي، ولله الحمد اللي ما يعرفني انا عندي 4 اطفال، فايماجن الشعر شلون النفسية مع الضغط الشغل، شغل البيت وهذا كله، فكل هذه العوامل تأثر على الشعر. لذلك أنا اتجهت إلى الزيوت الطبيعية. سو هاي الفكرة اجت إنه شلون، فبلشت من هنا قاعد صرت أسوي
واسوي خلطات وبس كان الازعاج فيها ان الزيوت الطبيعيه عندها رائحه جدا قويه وايضا تلزق، تعرفون شلون جريسي؟ فلذلك الحمد لله too much oily يا too much oily. لذلك وزوجي اكيد وعد ساعدني، طورنا هذه الفكره وصرنا نشتغل مع خبراء وكيمست هنا في امريكا لين ما لقينا الطريقه المناسبه ان نسوي بيه منتج، ولله الحمد بشهاده الاف الكاستمرز اللي موجودين عندنا متابعينا اكيد هم وصورهم اللي قاعد يعطونا اياها قبل وبعد والنتائج المبهره اللي انا ما كنت متوقعه، يعني كنا متوقعين بس صار اكثر من التوقع للنتائج الرائعه لمتابعينا لاستخدامهم زيت برومي روز. طبعا زيت برومي روز غني عن التعريف، كلكم اذا كنتم متابعينا من اول تعرفون انه هو مكون من زيوت طبيعيه 100%، ما حطيت فيه مواد كيميائيه ولا هرمونات، كان هدفي انه يكون 100% طبيعي وبنفس الوقت الى قوه جدا قويه انه ياثر على الشعر. لذلك اتجهت وصارت دراساتي وكل ميولي وشغفي حق هذا الشيء اللي هو الشغلات الطبيعية اللي تساعد وتحافظ على شعرنا. So المنتج الثاني راح يكون اكيد مكمل لمنتج زيت برومي روز، لكن هو ما راح يكون كمنتج نقدر نستخدمها بشكل يومي، لا هو راح يكون أداة أو أداة تساعدنا على العناية بشعرنا، ألا وهو فرشاة البامبو من برومي روز. أوكي شوفوا اسم برومي روز محفور حفرناه طبعا من بعد دراساتي الكثيرة وقراءاتي والاجتماعات اللي قاعد نقعدها مع الخبراء هنا، اكتشفنا او عرفنا ان ايضا الاداة اللي نستخدمها لتمشيط شعرنا اكيد هم تأثر في تساقط الشعر، تأثر في طبيعة الشعر وتأثر في صحته. لذلك اللي سويته او المميز بفرشات برومي روز ان حتى الاسنان هي بامبو خشب، مو بس اللي ورا خشب، وهذا الشيء نادر احنا قاعد نشوفه، دائما يسوونها خشب هنا، هنا مو خشب يكون بلاستيك، بس هاي احنا سويناها هنا خشب داخل ومن البامبو وكلها خشب بحيث انه سهل انكم تمشطون شعركم، ولما تستخدمونها صدقوني بعد فتره ما راح تجربون شيء ثاني، راح تعشقون البامبو، لان خصوصا الـ 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 الاسنان مالتها سويناها دائريه مثل ما تشوفون، حتى شنو ما تاثر او تجرح فروه الراس، وايضا البامبو يساعد على توزيع الزيوت الطبيعية بفروة الرأس يوزعها على الشعر، فانت لما احنا نوزع الزيوت الطبيعية اللي قاعد تطلع من شعرنا ونمشطها بهذا المشط ويساعد على توزيعها، فأكيد يعطي لمعان، يعطي صحة لشعرنا. ايضا تسوي مساج جدا جميل لان هنا هي دائرية، فتسوي مساج جميل اللي فروة الراس وما تجرح الراس، هاي كلش انا اهتميت فيها انها تكون الاسنان دائرية حتى ما تجرح فروة الراس، وتساعد ايضا على تحفيز نمو الشعر، لان البامبو مع هاي الاسنان لما نمشط شعرنا على فروة الراس فيساعد على تحفيز الدورة الدموية اللي موجودة في فروة راسنا. شنو بعد يعني شنو اريد اذكر لكم، خاف اكون ناسي الشيء. سو راح تكون بهذا الشكل، هذا الباكجينج مالت الفرشة. اوكي راح حاليا خليني بس خلنا اقول لكم انها صارت
الخدمات بالموقع تقدرون تطلبونها حاليا. وبمناسبة العيد وبمناسبة عيد زواجنا والعيد باكر اخ قلبك سويت لكم خصم 30 شنو؟ خصم 30% لكل منتجات اللي هو لكل الباكجات اللي سويت لكم اياها على زيت برومي روز. كود الخصم اللي هو عيد 30 EID 30 فيكون 30% خصم للباكجات الموجودة. طبعا انا سويت لكم بالويب سايت زيت برومي روز واحد، زيت برومي روز باكج فيه ثلاثة وفي ستة. So, راح اكتب لكم اياه، بس خليني اكتب لكم الكود الخصم. الحمد لله اعلنا عن المنتج وحاليا شو قاعد يسوون؟ سباحه بالمطر. سباحه بالمطر، يعني هي تمطر الدنيا وهم قاعد يسبحون. صح حبايبي، عشان تشوفون تفاصيل اكثر عن هذا المسبح نزلنا لكم الفيديو قبل هذا، روحوا شوفوا شو ركبنا. طبعا دافي ماي خفض والله دافي، انا جيت برا باركل انا دافي. صباح الخير، يوم جديد وقاعد حبيتي علينا ما يصير هيك، قاعد ناكل بيض نحن وقاعد ناكل باقلة وبيض، وهذا اليوم اول يوم العيد وعيدكم مبارك. هنا عندنا بلش يعقل إيلان، ما يريد يقعد على الكرسي مالته، فقعد يها شوف قاعد يتنقل من كرسي لكرسي، بس المهم ما تصعد على الطاولة، هاي أهم شيء. أوكي حبايبنا، شفتوا الفيديو معانا، إن شاء الله تكون استانستوا. شوف 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 تكون استانستوا معانا. إيش قاعد يقول؟ عندي وحده هنا. اوكي حبايبي، راح اخليكم وراح احنا نكمل ريوقنا ونشوفكم على خير بفيديوهات قادمه. لا تنسون انكم تشتركون بقناتنا، تسوون شير ولايك بهذا الفيديو، ونحبكم وتقدرون هسه تزورون موقعنا الالكتروني bromiros.com وتطلبون الزيت وفرشات الشعر.